في عياله هذا دعوة على أولاده، يعني يقول لتصبني مصيبة في أولادي، إذا قال في عيالي إذا ما كنت صادقا، فهو يقصد عندنا وندري عاد عن اللهجات الأخرى، لكن يقصد أنه يدعو الله أن ينزل عليه مصيبة في أولاده وفي عياله إذا لم يكن صادقا. وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى كما في صحيح مسلم الدعوة على الأولاد، لا تدعوا على أولادكم، وإن قصد بها تعظيم الأولاد في هذا فيدخل في الحلف إذا كان المقصود، هي على حسب النية، لكن معناها عندنا هكذا، عندنا فيما أعلمه أنا، لكن ربما أنها حتى عندنا في أماكن أخرى يراد منها أمور أخرى، لكن كان مقصوده في الأصل أنه يدعو على أولاده فيكون من قبيل المحرم، وإن كان المقصود تعظيم أولاده على أنه حلف بهم فيكون شركا أصغر.